بكم في هذه الأمسية الطيبة في مقر جمعية عيون جدة الخيرية. اللي حصل النهارده هو جزء من برامج المسؤوليه لشركه ال جي. مستر جون لي قال ان هي دي فعلا جزء من برامج المسؤوليه الاجتماعيه للشركه في المملكه العربيه السعوديه. Yes, it's very good for good chance for us to we can support the some فعلا هي ال جي اول شركه من